مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى عدد جديد من برنامجكم اليومي صدى الاقلام، ونرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف او الاقلام في الصحف العربيه والعراقيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في المدى عن مسؤول ملف العراق بمقر برزاني الذي يرجح وجود رغبه شيعيه ببقاء عبد المهدي. في العربه اللندنيه، كورونا يثبت ان الجامعه العربيه حبر على ورق. في الزمان، جبهة نيابية رافضة للكاظمي وسط تعدد الرغبات. في فورين بوليسي، ضغط في واشنطن لترك العراق يقرر مصيره. في كتابات، مخاوف من ضم مساحات بالأنبار لكربلاء. في موقع عربي 21، أوروبا تستعد لأسبوع حاسم مع رفع تدابير الإغلاق الصحي. وفي البصائر، حقوق الإنسان، السجون الحكومية مكتظة بالمعتقلين. من العناوين إلى المقالات، والبداية بمقال منشور في صحيفة البصائر وجاء فيه: يبقى العراق البلد الكبير صاحب الحضارات والتاريخ المجيد والشعب الصابر المجاهد، أيقونة الكفاح والجهاد في سبيل تحقيق أهدافه والتطلع إلى حياة كريمة، وبعيدا عن التبعيات السياسية المقيتة والمصالح الفئوية للأحزاب والكتل السياسية والمنافع الدولية والإقليمية. ولهذا تستمر إرادة أبناء الشعب العراقي لتؤكد على حقيقة الانتماء الصميمي لتربة العراق والتمسك بعرى الوفاء والتضحية من أجل اقتلاع كل أدوات الاحتلال الأمريكي والهيمنة والنفوذ الإيراني. جاء ذلك في مقال للكاتب إياد العناز منشور بصحيفة البصائر. المزيد في سياق المادة الصوتية الآتية: تبقى الأهداف المعادية هي من تحدد مسارات الحياة السياسية في العراق بعيدا عن آمال وطموحات شعبه الثائر، وعدم الركون بشكل جدي للمفاهيم الشعبية والجماهيرية والأهداف الحية التي نادت بها ثورة تشرين المجيدة، والخوف من اتساع رقعتها وامتداداتها وآثارها لإشاعة روح التغيير الجذري القادم بإذن الله على النظام السياسي الحاكم في بغداد، والانتفاض على العملية السياسية التي جاء بها المحتل الأمريكي. هذه المعطيات الواقعية والصور الميدانية والأهداف العدوانية الواضحة والأساليب الخبيثة المتبعة والسياسات النفعية تبقى قائمة طالما كان العراق بلدا مشاعا للتدخلات الإقليمية المتمثلة بسياسة النظام الإيراني وأهدافه التوسعية وسعيه للهيمنة على القرار السياسي والأمني في بغداد، مع استمرار التوجهات الأمريكية في التمدد والتواجد العسكري واستخدام جميع الأساليب الأمنية والاستخبارية للتحكم في طبيعة الأوضاع الجارية في البلاد وتوسيع رقعة قواعدها العسكرية وإمدادها بالأسلحة المتطورة ونظام الدفاعات الجوية ذات الاستراتيجية الحربية المعروفة، وأخيرها بطاريات الدفاع باتريوت التي وصلت للعراق لحماية المصالح والأهداف الأمريكية وتمتين مواقعها العسكرية وألفاظ على توجهاتها في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط. يضيف إياد العناز في ختام مقاله ويقول: يأتي التوجيه الإيراني واضح المعالم وبدلائل وبصوت عال، لا يكترث للواقع السياسي العراقي ولا إلى المخاطر التي سيعيشها الشعب العراقي وإلى الدماء الزكية التي قد تراق نتيجة هذه الأعمال العسكرية التي لا تخدم إلا السياسة الإيرانية التوسعية. وعندما يشير باقري إلى الميليشيات المسلحة أنها ستكون المراقب الفعلي والميداني لجدية حكومة بغداد في تنفيذ قرارات تخدم إيران. إلى مقال جديد منشور في العربي الجديد، وجاء فيه: كشفت مصادر سياسية عراقية عن تضمين نواب برلمان في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين طلبات خلال المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة الحالية بأن يتولى الجيش والشرطة ملف الأمن في مدن المحافظات الثلاثة.
وإخراج المجاميع المسلحة من مراكز المدن وفقاً لما ينص عليه قرار سابق صدر عام 2019 لم ينفذ إلى الآن بحسب تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد. والمزيد نتابعه وإياكم في سياق المادة الصوتية الآتية. عاد مجدداً إلى واجهة المشهد السياسي والأمني العراقي ملف وجود عشرات الآلاف من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي المسلحة داخل مدن شمال البلاد وغربها، وعلى خريطة تشمل نحو 40 مدينة وبلدة رئيسة، حيث يواجه رئيس الحكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي اتهامات بتغول نفوذ الميليشيات في تلك المناطق على حساب قوات الجيش والشرطة بضوء أخضر منه. وفي الوقت الذي يؤكد فيه سكان هذه المدن في محافظة الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين والتأميم وحزام بغداد وشمال بابل أن قوات الجيش العراقي والشرطة هي من تتولى ملف الأمن، وأن وجود تلك الميليشيات له أهداف سياسية واضحة، يعتبرون أن وجودهم يهدد استقرار تلك المناطق وأمنها. ومنذ تحرير آخر المدن العراقية نهاية عام 2017 تواصل ميليشيات عراقية عادة ما تعرف أو تصنف على أنها مرتبطة بإيران تواصل الانتشار داخل المدن الرئيسة وتحتل مدنا وبلدات أخرى وترفض الانسحاب منها لإعادة سكانها مثل جرف الصخر والعوجة ويثرب وعزيز بلد والعويسات وبلدات أخرى في الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وسط فشل حكومي عراقي بحل الأزمة وإعادة سكان تلك المدن إليها حيث يمضون عامهم الخامس على التوالي في المخيمات. وجاء في تقرير العربي الجديد أيضا أنه لا توجد أي ضرورة لبقاء الحشد الشعبي في المناطق الغربية، فالجيش العراقي هو المسؤول عن حماية تلك المناطق، لا يمكن أن يفرض الحشد سيطرته ويستولي حتى على وظائف الأهالي هناك. الآن إلى مقال منشور في صحيفة بوليسي أو فورين بوليسي الأمريكية، وجاء فيه أنه منذ استقالة رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي في أواخر شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والعراق اعتاد في كل مرة تسمية رئيس وزراء مكلف جديد ليخلفه، ولكن بدون أمل بنجاح هذا المكلف. كان الأخير منهم هو المرشح الثالث واسمه مصطفى الكاظمي الذي يحاول الآن تشكيل الحكومة. المزيد في المادة التالية. كما هو الحال مع أسلافه، يبدو الكاظمي أنه يستطيع الموازنة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو شخص يتميز بالشفافية ويستطيع استقطاب دعم سياسي من مختلف الأحزاب والكتل، لكن مثل هذه المميزات غالبا ما تتبعها معوقات تتمثل بالعيوب الكبيرة التي يتخللها النظام السياسي العراقي، التي من المحتمل أن تجعل المهمة صعبة بالنسبة لرئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ويمارس السلطة بعد ذلك. تنتهي هذه المقالات بشكل عام كما اعتاد عليها الصحفيون والمحررون بصيغة مألوفة، وهي ربما أنه يوجد هناك أمل بالنجاح. أكثر المراقبين الذين يتابعون الشأن العراقي يعرفون أن مشاكل البلد كبيرة ومعقدة ويبدو الحل صعبا، لا أحد يعرف كيف يعالجها رغم سنوات من المحاولة. ولهذا السبب فإن كل شخص في واشنطن من كان يهمهم أمر العراق يبدو أنهم يوصون الولايات المتحدة الآن بالتحرك نحو المغادرة. هذه هي سياسة إدارة ترامب بشكل واضح. مع ذلك فإنه من المحتم على البيت الأبيض عاجلا أم آجلا أن يواجه جميع تشعبات إخفاقات العراق. كما أشارت فورين بوليسي إلى أن إدارة ترامب توصلت بوضوح إلى الاستنتاج الذي يشير إلى أن التدخل بالأمور السياسية العراقية هي مضيعة للنشاط والوقت. وفقا لذلك فإن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من اختيار رئيس وزراء عراقي جديد قد اتجه إلى التضاؤل. الشخص مقبول طالما أنه عراقي وطني، يعني أنه شخص ليس محسوبا على إيران. عن الفساد خارج السلطة مقال منشور بصحيفة الزمان، والفساد بين المجتمع كتب عادل سعد في الصحيفة متسائلا
عن العراق الذي يتساءل أيضا كيف تفسر نزعة البعض في التجاوز على حقوق مواطنين آخرين، ثم ماذا نسمي نزعات التأليب والنفاق والكذب والتحريض غير فساد، وكيف لا يكون فسادا نزعة بعض الناس إلى تدبير تهم كيدية بحق آخرين مظلومين، بل كيف لا يكون فسادا أن ينشغل البعض في المواظبة على نشر معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي المعروفة بالسوشيال ميديا عن شخصيات عامة بغير وجه حق. المزيد في التالي. أصابع الفساد ليست فقط بالمؤسسات الحكومية الثلاث ومحركاتها من أحزاب ومؤسسات بهيئات طائفية ومناطقية، وإنما في البيئة العامة للمجتمع العراقي ضمن متاريس وجيوب ومفازات من دون تغييب لحقيقة أن الهامش الجمعي الخاص بالنزاهة ما زال واسعا وقويا وواضحا. المشكلة تكمن في الفساد المستشري في صفوف مواطنين مدنيين. ترى ماذا تقول عن أشخاص جنحوا إلى تزوير وثائق تخرج دراسية للحصول على منافع أو وظائف، أو وثائق إثبات أنهم يستحقون رواتب الرعاية الاجتماعية، أو منح تعطى بين الحين والآخر؟ فحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم وضع اليد على أكثر من 3000 شهادة دراسية مزورة، كما تم الكشف عن 45,000 وثيقة فقر زائفة أراد بها مروجوها السطو على رواتب الرعاية الاجتماعية، وبيعت بيوت وأراض بغفلة عن مالكيها، وتم تمرير العديد من البضائع والسيارات عبر الحدود، كل ذلك بأوراق حررها مختصون في الاحتيال من المجتمع المدني. ثم كيف يمكن استنساخ عملات وتصريفها في الأسواق إن لم يكن وراءها أشخاص ومافيات؟ ولماذا لا يكون فسادا أن يحتكر تجار وأصحاب دكاكين وصيادلة حاجات مواطنين لتباع بأسعار مرتفعة؟ وأنهى عادل سعد مقاله بقوله: لا توجد وصفة جاهزة للمعالجة، بل توجد معايير ينبغي أن تتحول إلى منصات اجتماعية لملاحقة كل هذه الأنواع من الفساد على أنها عارة ومعيبة لا يمكن القبول بها. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن تحويل حكومة الهند المسلمين إلى كبش فداء في ظل تفشي وباء كورونا في العالم. معلومات أوفى في سياق المادة القادمة. في الهند تركز البحث عن كبش فداء من خلال جائحة كورونا على الأقلية المسلمة التي يبلغ عددها 200 مليون، والتي كانت مهددة حتى قبل ظهور كوفيد-19. وسارعت بعض القنوات الإخبارية والمسؤولين في الحكومة إلى لوم المسلمين على ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفي الأسابيع الأخيرة تم الاعتداء على المسلمين وحرموا من العلاج وتمت مقاطعتهم، وكل ذلك بحجة الخوف من الفيروس. وفي أمريكا وأوروبا كانت هناك تقارير حول تمييز وهجمات ضد آسيويين. وفي الصين يتم طرد الأفارقة من البيوت المستأجرة ويرفض دخولهم للمطاعم. وفي باكستان يقول الناشطون إن أقلية الهزارة تتهم ظلما بكونها مصدرا للفيروس. وقال تشارلي كامبل مؤلف كتاب تاريخ استخدام أكباش الفداء إن هذا النوع من الأزمات يظهر أشكالا جديدة للكراهية، وقال إنه بالنسبة للحكومات فإن توجيه غضب العامة إلى أعداء داخليين أو خارجيين هو أسلوب للفت الأنظار عن فشل تلك الحكومات. وفي الهند ذات الأكثرية الهندوسية التي يصل عدد سكانها إلى 1,300,000,000 نسمة، فإن الحقد الموجه للمسلمين خلال الجائحة فاق ما من الوضع السيء أصلا. واتبعت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أجندة تقوم على استعلاء الهندوس، ونقلت الهند بعيدا عن العلمانية التي قامت عليها، وزادت الخشية من أن المسلمين سيعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. وفي مدينة جمشيدبور في شرق الهند، قالت امرأة مسلمة حامل إنها عندما ذهبت إلى المستشفى لتحصل على الرعاية فإنها لم تحصل عليها بسبب اتهامها بنشر الفيروس. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم وضعت السيدة مولودا ميتا، وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادثة.
المقال الأخير الذي اخترناه لكم أعزائنا المشاهدين منشور في صحيفة الجارديان، وجاء فيه أن عدد ضحايا أبناء الأقليات في بريطانيا من وباء كورونا أكثر من غيرهم، مشيرة إلى أن بريطانيا لا تهتم بعدم المساواة الصحية، كما أعدت أن ما يحدث هو تجاهل قاتل بالنسبة للأقليات. المزيد في سياق التالي. عند استعراض الوضع الصحي لمرحلة ما قبل تفشي الوباء للأقليات العرقية في بريطانيا، نجد أن الأسر الباكستانية والكاريبية والسود الأفارقة يعانون مقارنة بالبيض، وتموت النساء السوداوات أثناء الولادة بمعدل يبلغ 5 أضعاف معدلات النساء البيض، ومتوسط أعمار الرجال والنساء السود أقل من نظيره بين الرجال والنساء من البيض والمجموعات العرقية الأخرى. هذا تكرار لما كان يحدث بالنسبة للوضع الصحي في القرنين 18 و19، عندما كان يلام أصحاب الظروف الفقيرة أو التمييزية ويحملون مسؤولية الأمراض التي تصيبهم. من المستحيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشخاص من مختلف الأعراق دون فهم طرقهم المختلفة في العلاج، ليس فقط من فيروس كورونا، ولكن من المجتمع الذي نعيش ونموت فيه. وإنهم مثل كل شيء مسه هذا المرض وباء كورونا، فإن نتائج السكوت عن الفعل أصبحت الآن واضحة للعيان. الجارديان قالت في ختام مقالها أن الحكومة البريطانية واجهت انتقادات لاذعة لقدرتها المحدودة على إجراء فحوص ولعدم تزويد العاملين في مجال الصحة بما يكفي من لوازم الوقاية الشخصية لحمايتهم عند مجابهة المرض، وكانت السلطات أبطأ في فرض العزل العام مقارنة بالإجراءات الأخرى التي اتخذتها غيرها من الدول في مختلف أنحاء العالم. بعد مرور 4 أشهر فقط يمكننا أن نقول إن عام 2020 قدم عرضاً واضحاً للمخاطر الوجودية والكارثية التي تهدد استمرارية الجنس البشري على كوكب الأرض. وقد استعرضت لجنة المستقبل البشري في تقرير لها بعنوان البقاء والنجاح في القرن 21، استعرضت 10 تهديدات كارثية محتملة لبقاء الإنسان. ونشر التقرير على موقع Conversation بتاريخ 25 من إبريل نيسان الجاري. وتأسست لجنة المستقبل البشري عام 2019، وهي هيئة أسترالية تضم أكاديميين ومفكرين وقادة سياسات، وتعنى بتعزيز الحلول للتهديدات التي تواجه البشرية والكوكب. وذكر التقرير الذي أعدته اللجنة أن فيروس كوفيد-19 ليس إلا واحدا من تهديدات كارثية محتملة لاستمرارية الجنس البشري، وتعد هذه التهديدات 10 نتيجة حتمية لتغير المناخ، وتشمل انخفاض الموارد الطبيعية خاصة المياه، وانهيار النظم البيئية، وفقدان التنوع البيولوجي، ونمو تعداد السكان البشري الذي بات يتجاوز القدرة الاستيعابية للأرض، والاحتباس الحراري، والتلوث الكيميائي لنظام الأرض بما في ذلك الغلاف الجوي والمحيطات. وبالقياس على ذلك يعد كورونا خطراً جديداً، وكان من الممكن الاستعداد له بشكل أفضل إذا كنا أعددنا السيناريو المسبق لاحتمالات ظهوره. الآن إلى الكاريكاتير.
نهاية هذه الحلقة من صدى الأقلام، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.